الدين ومحمد ربنا غير نضل صمدي. أهلا بكم مستمرون معكم في هذه التغطية. الخيبة تلاحق الاحتلال اللاهث خلف أي صورة يقدمها للداخل الإسرائيلي وللعالم على أنها انتصار. بعد 41 يوما على عدوانه على غزة، خرج بفضيحة مدوية من مجمع الشفاء وسقطت كل المزاعم الهوليودية التي روجها. ورغم ذلك تقوم جرافات الاحتلال بعمليات تجريف في ساحات مستشفى الشفاء الذي فقد وظيفته على ما يبدو بعد فقدانه كل مقومات علاج المرضى والجرحى والاعتناء بالأطفال بعد اجتياح الاحتلال له، وهو الذي يعاني كباقي المستشفيات نقصا في الأدوية والوقود. بالتوازي تواصل المقاومة التصدي للاحتلال على المحاور كافة، وفيما تتكاثف التحركات بشأن عقد صفقة تبادل للأسرى، ولد أول قرار دولي في مجلس الأمن يدعو إلى فرض هدن في غزة من دون تحديد آليات تنفيذه وضمانات أن يلتزم الاحتلال به. مستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية التي ينضم معنا فيها دكتور عماد الدين الحمروني، الخبير بالجغرافيا السياسية في أكاديمية العلوم السياسية في باريس. مرحبا بك دكتور عماد. وأيضا الدكتور محمود يزبك، أستاذ الدراسات الشرق أوسطية في جامعة حيفا من الناصرة، ومن غزة إسماعيل الثوابت، مدير عام مكتب الإعلام الحكومي. مرحبا بك سيد إسماعيل. بداية سأبدأ هذه التغطية معك لتطلعنا على آخر تطورات الأوضاع تحديدا في مجمع الشفاء الطبي. آخر الأخبار الواردة تتحدث عن شروع الجرافات الإسرائيلية بعمليات تجريف داخل باحات مجمع الشفاء. نعم، يعني بعدما قام جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الأمس في اقتحام مجمع الشفاء الطبي في جريمة تاريخية يندلها جبين البشرية، للأسف الشديد قام بإطلاق النار بشكل مكثف داخل أسوار مجمع الشفاء الطبي بشكل عشوائي، رغم أنه يعلم بأن هذا المجمع يحتوي على الآلاف ويضم الآلاف من النازحين ومن الطواقم الطبية ومن الجرحى ومن المرضى، ولكن لم يعني يعير لذلك أي اهتمام ولم يكترث لوجود هذه الأرواح داخل مجمع الشفاء الطبي، وبدأ بإطلاق النار حتى أنه قصف عدة مباني داخل مجمع الشفاء الطبي قبل أن يقوم باقتحام هذا المجمع الذي من المفترض أن يكون محمد ضمن القانون والقانون الدولي الإنساني. هدم جدار المستشفى من الجهة الغربية والشمالية واقتحم المستشفى وبدأ يقوم بعملية تمشيط وتفتيش داخل أبنية المستشفى، طلب من الطواقم الطبية بالنزول لكي يتم التحقيق معهم، ولكن الأطباء رفضوا. طب أستاذ إسماعيل، هل المباني التي تعرضت للقصف داخل المستشفى التي تحدثت عنها كان يتواجد بها مرضى وأطباء أم أنه تم إخلاؤها سلفا؟ بعض المباني كانت مخلاة سلفا، ولكن بعض المباني كانت يوجد فيها بعض النازحين، وهذا الأمر أدى إلى استشهاد العديد من المواطنين. على سبيل المثال عندما قصف العيادة الخارجية في داخل مجمع الشفاء الطبي كان يوجد فيه العديد من النازحين، الأمر الذي أدى إلى ارتقاء العديد من الشهداء. وكذلك عندما قصف باحث مجمع الشفاء الطبي وساحة مجمع الشفاء كان هناك العديد من الصحفيين ومن يعني النازحين، الأمر الذي أدى إلى إصابة العديد منهم وارتقاء منهم شهداء. وبالإضافة إلى ذلك أيضا عندما خرجت قافلة الجرحى باتجاه معبر رفح لكي يتم تسفير الجرحى إلى العلاج في الخارج، قامت طائرات الاحتلال باستهدافها من القافلة وسيارات الإسعاف بشكل مباشر، الأمر الذي أدى إلى ارتقاء العديد من الشهداء. أيضا في هذه الأثناء هذا الجيش قام يقوم بتفتيش داخل أبنية مجمع الشفاء الطبي وقام بتهريب العديد من الأجهزة الطبية، قام باستهداف قسم العناية المركزة وكذلك قام بتجريف ساحات المجمع وقام بتخريب المجمع بشكل كامل وجميع الطرق في داخل هذا المجمع. وكذلك أيضا لا ننسى أن هذا الجيش اعتدى منذ أن اقتحم المستشفى اعتدى على عدد كبير. طب هل هناك اعداد تقريبيه لمن هم محتجزين داخل مجمع الشفاء؟ يعني قبل ان يصل الاحتلال وقبل عمليه النزوح كان العدد 60 او 70 الف مواطن، لكن الان هل لديكم عدد تقريبي لعدد النازحين والاطباء؟
نعم، نحن نتحدث عن 6000 شخص إلى 7000 شخص، ما بين طواقم طبية، ما بين جرحى، ما بين مرضى، ما بين نازحين آمنين داخل مجمع الشفاء الطبي. نتحدث عن 39 طفل من الأطفال الخدج، الست منهم 3 أطفال، وإضافة إلى 37 طفل يعني أو 36 طفل من أطفال الخدج حاليا يعني هم في يعني ينتظرون لا سمح الله أي كارثة تقع في صالحهم. وكذلك هناك العديد من الشهداء ارتقوا نتيجة هذا العدوان وهم من الجرحى ومن المرضى داخل مجمع الشفاء. طب كيف يتم التعامل مع المرضى في هذه الحالة سيد إسماعيل؟ الطواقم الطبية لا تستطيع أن تقدم أي خدمة صحية وطبية لهؤلاء الجرحى والمصابين، وذلك بسبب أن قوات الاحتلال تستهدف كل من يتحرك داخل مباني المجمع، وبالتالي هؤلاء النازحين والجرحى موزعين على كل الأبنية. ربما يعني تستطيع الطواقم الطبية فقط إجراء بعض الإسعافات الأولية أو ما شابه ذلك، ولكن جراحات هؤلاء الجرحى عميقة وتحتاج إلى غرف عمليات، وكما تعلم أن غرف العمليات مغلقة بشكل كامل، وذلك بسبب نفاذ الوقود وبسبب انقطاع التيار الكهربائي، وبالتالي هم في مرحلة الخطر الشديد. طب كان هناك حديث في البداية بعد أن اقتحم المجمع خلال الليلة الماضية عن انسحاب وإعادة انتشار خارج أسوار المجمع، الآن تتحدث عن إعادة اقتحامه من الجهة الجنوبية؟ لم يخرج جيش الاحتلال من هذا المجمع، عندما يقول انسحاب هذا هي عبارة عن أكاذيب لا تنطلي على أحد. هو داخل مجمع الشفاء وقام باعتقال بعض العاملين في مجمع الشفاء الطبي، وذلك قام بالتحقيق معهم تحت تهديد القتل وتحت تهديد السلاح، وحتى الآن هناك معتقلين مع جيش الاحتلال يقوم لا نعلم ماذا يقوم الآن بممارسة أنواع التعذيب أو التحقيق أو الضغط عليهم من أجل الحصول على بعض المعلومات. لكن نحن نؤكد أنه هذا المجمع الاحتلال كان يكذب ويقول أنه عبارة عن مقر للتحكم وقيادة المقاومة الفلسطينية وحركة حماس، ولكن هذه أكاذيب لا تنطلي على أحد، وهي فبركة ومسرحية مثيرة للسخرية ومثيرة للتندر. الاحتلال فشل تماما في إثبات الروايات الزائفة التي كان يعني يروجها للعالم وللرأي العام العالمي، أن مستشفى الشفاء هو مستشفى إرهابي ويضم إرهابيين، ولكن كل ذلك باء بالفشل الذريع. طب يعني بعيدا عن موضوع مجمع الشفاء الطبي، كان ملاحظ خلال الأمس تركيز الاحتلال الإسرائيلي على أبراج الاتصالات في مناطق مختلفة تحديدا من جنوب قطاع غزة، وكذلك استهداف مطاحن السلام وهي الوحيدة التي كانت تعمل في جنوب القطاع، كيف ترون هذا الأمر؟ نعم، الاحتلال يحاول دائما ضرب كل معاني ومقومات الصمود لدى أبناء شعبنا الفلسطيني، فهو يركز بالدرجة الأولى، مقوم الصمود الأول هو المستشفيات، وبالتالي هو استهدف المستشفيات. نتحدث اليوم عن 25 مستشفى أصبحت خارج الخدمة، نتحدث عن 56 مركز صحي أصبح خارج الخدمة، وبالتالي الاحتلال نجح في تحييد المستشفيات واستهدافها بشكل مباشر. وكذلك أيضا يريد أن يقطع الاتصال والتواصل بين المواطنين وبين كذلك بنقل الصور أو نقل الأخبار ونقل المعلومات لوسائل الإعلام المختلفة، وبالتالي هو يريد أن يقطع الكلمة الفلسطينية ويقتل الكلمة الفلسطينية ويقتل الصورة الفلسطينية، وبالتالي هو يستهدف أبراج الإرسال. ونحن يعني نخشى خلال الساعات القادمة أن يتم قطع الاتصالات وقطع الإنترنت بشكل كامل عن قطاع غزة، الأمر الذي يعمل على تأزيم الواقع الإنساني، وبالتالي لا يستطيع الناس بالاتصال بفرق الأغاثة والطوارئ والإسعاف إذا لا سمح الله وقعت مجزرة هنا أو هناك. طب كيف تتعاملون مع الإصابات وعمليات القصف التي تحدث في مناطق مختلفة من قطاع غزة؟ يعني هل هناك استجابة من قبل الإسعافات؟ وإن كان هناك استجابة، أين سيذهب هؤلاء المصابين؟ في محافظة غزة وشمال غزة لا يوجد استجابة بشكل نهائي، وذلك لأن جيش الاحتلال يطلق النار والقذائف وإطلاق أيضا الصواريخ من الطائرات على كل شيء يتحرك في محافظة غزة والشمال، وبالتالي أي شخص يصاب ينتظر دوره إما في الشهادة، ينتظر دور أي من جيرانه ربما يأتوا لإنقاذه، وذلك لأن جيش الاحتلال يستهدف أي شيء يتحرك. نحن نتحدث عن 55 سيارة إسعاف
تم استهدافهم بشكل مباشر من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي هو يريد أن يقتل كل معاني الصمود، وبالتالي نحن نعيش مرحلة كارثية مأساوية في قطاع غزة، ونطالب كل العالم بلجم هذا الاحتلال الإسرائيلي الذي نحمله كامل المسؤولية عن هذه الجرائم المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني. شكرا جزيلا لك من غزة مدير عام مكتب الإعلام الحكومي إسماعيل ثوابت على كل هذه المعلومات وكل هذه التفاصيل. يعني شيء مؤسف جدا وشيء يندى له الجبين أن أكبر مجمع طبي في قطاع غزة يتعرض إلى هذه الهجمة الإسرائيلية، هؤلاء المرضى الذين يفقدون حياتهم دون أن يتدخل أحد. وللإطلاع أكثر على مجمل التطورات الميدانية أيضا في قطاع غزة أنتقل إلى مراسلنا من هناك أكرم دلول. مرحبا بك أكرم، لو تضعنا في مجمل التطورات التي شهدها قطاع غزة على مدار الساعات الماضية. أهلا بك أحمد. يعني قبل قليل هناك غارة قريبة من مشفى شهداء الأقصى حيث نتواجد، أتوقع بأن تكون في بلدة الزوايدة، ويعني الانفجار كان كبيرا حقيقة، يعني حتى أنه أدى إلى اهتزاز المكان الذي نتواجد فيه. كما هو معلوم مشفى شهداء الأقصى فيه آلاف النازحين بالإضافة إلى مئات الجرحى والمصابين. سنتحقق بالتأكيد من طبيعة ما جرى وسنوفيكم بالتفاصيل. طبعا هذه الغارة تأتي في أعقاب سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية استهدفت بنايات سكنية تحديدا في خان يونس والنصيرات وكذلك منطقة الصفطاوي وحي الزيتون والشجاعية حسب المعلومات، بالإضافة إلى يعني سلسلة غارات أخرى ركزت حقيقة خلال الساعات الماضية على استهداف أبراج الإرسال الخاصة بشركة جوال، وهي يعني الشركة التي تعنى بالاتصالات الخليوية هنا في قطاع غزة. على ما يبدو أن إسرائيل تسعى لكل يعني لقطع كل شيء عن أهالي غزة، هي لم تكتفي بالتأثير على هذه الشبكات وقطعها على فترات مختلفة، إلا أنها تسعى الآن على ما يبدو لتدمير حتى أبراج الإرسال الخاصة يعني بهذه الاتصالات لعزل الناس عن بعضهم البعض والتضييق أكثر فأكثر عليهم. والمعلوم بأنه شركة الاتصالات في الأيام الأخيرة تحدثت عن أن الخميس أي اليوم سيكون آخر الأيام التي يمكن لها يعني أن تواصل عملها في ظل نفاد آخر كميات الوقود الخاص بتشغيل شبكات الاتصالات، وبالتالي مقاسم هذه الشركات المنتشرة على يعني المناطق المرتفعة والعالية في مختلف أرجاء قطاع غزة ما زالت عرضة. يعني أكرم، هل نحن أمام انقطاع محتمل الاتصالات مع قطاع غزة خلال الساعات القادمة؟ هذا ما تؤكده شركة الاتصالات في غزة أحمد بشكل رسمي، أن يعني كميات الوقود الخاص بتشغيل المولدات البديلة التي يمكن لمقاسم وأبراج الإرسال التابعة لشركة جوال تحديدا أن تعمل من خلالها ستتوقف خلال ساعات الخميس. والمعلوم بأنه أصلا يعني شبكة الاتصالات في الأيام الأخيرة وتحديدا يعني منذ أن بدأت إسرائيل تقطع هذه الشبكات يعني وشبكات الإنترنت والاتصال، يعني هي تأثرت كثيرا يعني بصعوبة بالغة. يمكن للمواطن في غزة أن يتدبر أمره أو أن يجري اتصالا هنا أو هناك، لكن بالتأكيد هذا كله أحمد يندرج في إطار حرب يعني الاحتلال الإسرائيلي على كل شيء في قطاع غزة. وأنا أتحدث إليك يبدو أيضا هناك مزيد من الغارات على المنطقة الوسطى من قطاع غزة، وهذه الغارات يعني ترافقها الآن طائرات استطلاع بشكل منخفض تحلق في مختلف الأجواء. كذلك هناك قصفا مدفعيا تحديدا شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة. المعلوم بأنه عدد الشهداء ارتفع يعني في الساعات الماضية نتيجة هذه الغارات الإسرائيلية التي يعني ترتكب فيها قوات الاحتلال مزيدا من مجازرها، ولم يكن آخرها بالتأكيد ما جرى في أبراج الصالحي السكنية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة من مجزرة إسرائيلية راح ضحيتها يعني أكثر من 26 شهيد، وهؤلاء جميعا يعني كانوا داخل شقاقهم السكنية تعرضوا للاستهداف المباشر، وعدد كبير منهم بالمناسبة هم من النازحين أحمد الذين دعتهم إسرائيل يعني للخروج ودفعتهم قسرا للتشرد من منازلهم في غزة والشمال باتجاه ما تسميها بمناطق جنوب الوادي. دعني أشير سريعا أيضا أحمد إلى ما يردنا من أخبار من الميدان تحديدا المحور الغربي الجنوبي لمدينة غزة، حيث
حيث يقال أن هناك يعني اشتدادا لحدة الاشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي. حتى الساعة يعني هكذا تبدو الصورة، وبالتأكيد كل ذلك يأتي في غمرة العدوان وأيضا الاقتحام الإرهابي الذي نفذه جيش الاحتلال لمستشفى الشفاء الذي ما زال يئن بين الساعة والأخرى تحت وطأة القصف وعمليات القنص التي تقوم بها قوات الاحتلال التي تعتلي بعض الأبراج والبنايات السكنية المجاورة. شكرا جزيلا لك أكرم على كل هذه المعلومات، وسنكون معك أيضا في حال توفر أي تفاصيل حول مجمل التطورات في قطاع غزة. أنتقل إليك ضيفنا دكتور محمود يزبك من الناصرة. يعني أيام طويلة والاحتلال يروج بأن ربما غرفة العمليات التي تقوم بإدارة المعركة التابعة للمقاومة هي تحت مجمع الشفاء الطبي، وهناك أسرى إسرائيليين أيضا في داخل أو تحت مجمع الشفاء الطبي. بعد هذه الخيبة الكبيرة التي مني بها الاحتلال على أكثر من صعيد، الصعيد الاستخباراتي والصعيد العسكري، ماذا عن الصعيد الداخلي؟ كيف ينظر المجتمع الإسرائيلي إلى هذا الفشل الذي مني به الجيش الإسرائيلي على الأقل بعدما روج بشكل كبير إلى أن الوصول إلى مجمع الشفاء الطبي سيكون أحد أبرز مراحل هذه المعركة؟ نعم، يعني يعطيك العافية أولا، يعني هذا السؤال اللي حضرتك توجهت به هو عمليا من تابع الإعلام الإسرائيلي في الأيام الأخيرة خلال الأسبوع الأخير على الأقل، حتى لو كان يشكك في هذا الأمر، يعني أنا أعتقد أنه المجتمع الإسرائيلي ككل بسبب يعني الكثافة الإعلامية في هذا الموضوع أصبح يعني يعتقد جازما بأنه هناك في أنفاق كبيرة وهناك القيادة للمقاومة الإسلامية موجودة، وأنه هناك الأسرى كذلك موجودين، وحتى هناك من أصبح يحلل على شاشات التلفزيون الإسرائيلية بأنه يعني تأخير عملية تبادل صفقة الأسرى واحد من أسبابها أنه يعني انتظروا قليلا وسيصل الجيش الإسرائيلي إلى مجمع الشفاء، وهناك سيدخل الأنفاق والغرف الكبيرة وإلى آخره وينقذ الأسرى ويعني يخرجهم منتصرين، ولن يكونوا بحاجة إلى صفقة التبادل. يعني فيما نعم أصبحت هذه عبارة عن قناعة يعني لدى المجتمع الإسرائيلي. وهذا المساء حينما خرج المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يتحدث عن ما حصل هناك، وبعد ذلك أنت شاهدت، يعني أنا شاهدت عمليا المحللين الإسرائيليين ووجوه هؤلاء المحللين الإسرائيليين، يعني فقط في الأمس كنتم تقولون أنه يعني سنصل وأنه هنالك شيء كبير جدا مخفي، وماذا تسوقون لمجتمعكم؟ عمليا ما حصل، وهذا ما كنت أقوله منذ البداية، المشكلة الأساسية في هذه الحرب يعني في المجتمع الإسرائيلي أنه هنالك قيادة سياسية الكل يعترف بأن هذه القيادة السياسية هي قيادة سياسية كاذبة، وكانت هنالك مظاهرات مئات الآلاف من الناس الذين كانوا يخرجوا إلى الشوارع ويصدحون بصوت واحد كاذب كاذب لرئيس الحكومة هذه. نعم. وهذا رئيس الحكومة كان يعني قبل الحرب هناك محاكمات بالخيانة الأمانة وال يعني هناك عدة أمور في خيانة الأمانة، فوضعه السياسي مكلكل كثيرا، يعني كان ضعيفا جدا ودخل إلى الحرب بهذه الوضعية السياسية الضعيفة. والآن قضية مجمع الشفاء أضافت يعني إلى المشهد العام، وكأنه يعني الجيش سينتصر مثلما قالوا لنا رئاسة الحكومة وحتى قيادة الجيش، ووصلنا الليلة هذه دون أن يكون تحقيق أي صورة نصر معينة. فهذا خلخل أكثر وأكثر باعتقادي البنية المجتمعية ما بين القيادة السياسية والمجتمع والقيادة. يعني هل يمكن أن نشهد أن يهتف المجتمع في لحظة ما للجيش ولنطق باسم الجيش كاذب كاذب على غرار ما يقوله لنتنياهو، بما أنه لم يختلف كثيرا حاليا عن نتنياهو؟ ما شهدناه هذه في اليومين الأخيرين وفي هذا اليوم بالذات خروج المظاهرة الكبيرة، والتي ستصبح مظاهرة على ما يبدو ليس فقط عشرات آلاف
قد تتطور إلى مئات آلاف لعائلات الأسرى اليهود الإسرائيليين في غزة الذين يعتقدوا، وبدأت الأصوات تظهر بشكل واضح في الشارع الإسرائيلي، بأن هنالك من يخدعهم ولا ثقة. يعني يقول هذا ما يقال بالشارع يعني بشكل واضح، أنه لا ثقة لأهالي الأسرى بأن الحكومة حقيقة تسعى لتحريرهم من الأسر بالمفاوضات أو غير المفاوضات. ولذلك يعني هذه عدم الثقة، هذه كيف ستجر المجتمع الإسرائيلي إلى أي مكان أنا لا أعرف حاليا يعني، ولكن واضح أنه في هنالك يعني شرخ كبير، وهذا الشرخ الكبير قد يؤثر على العملية العسكرية من ناحية وعلى الموقف السياسي في داخل إسرائيل للحكومة الإسرائيلية. ويعني إذا أضفت شيء آخر كذلك في المشهد العام، يعني هذا القضية تحرير الأسرى أو يعني تبادل صفقة الأسرى، المشكلة التي تواجه يعني عمليا هي أنه نتنياهو موجود في يعني في حضيض الرأي العام الإسرائيلي. يعني لم يكن هنالك رئيس حكومة لا يحظى بتأييد شعبي من قبل يعني كل استطلاعات الرأي التي تتحدث عن رئيس الحكومة، وهذا الرئيس بهذا الضعف يعني رئيس الحكومة وعلى وحيث أنه يعني محاط برجال من الوزراء من اليمين الفاشي لا يستطيع أن يتقدم ويخاف أن يتقدم بأي خطبة وأي يعني قرار سياسي دون موافقة الجيش. طيب. والجيش حتى الآن يريد أن يقدم يعني صورة انتصار ولا يستطيع أن يقدم صورة، ولم يستطع حتى الآن تقديم صورة انتصار. دكتور عماد تتطور أمام أعيننا. نعم. دكتور عماد، يعني بحديث دكتور محمود يزبك عن صورة الانتصار التي يعجز الجيش عن تقديمها حتى هذه اللحظة، إن كان الجيش بعد 41 يوم لم يقم باكتشاف شبكة الأنفاق أو بهدمها أو بدخولها على الأقل، لم يقتل أيا من القيادات الكبيرة الوازنة للمقاومة الفلسطينية، لم يحرر أي أسير، ما الذي ينتظره الجيش للقيام به بعد 41 يوم؟ هل ينتظر 40 يوم أخرى؟ أولا تحية لك وإلى كل العاملين بالميادين وكل مراسلي الميادين وخاصة مراسلي فلسطين المحتلة وغزة وجنوب لبنان، تحية إلى الميادين وكل يعني ما تقوم به من أجل فضح هذا الكيان المجرم في الحقيقة، وتحية لضيفك الكريم ولشعبنا الصامت في غزة وإلى المقاومة الفلسطينية البطلة. الحقيقة نحن شاهدنا الانتصار الكبير، انتصار 7 من تشرين الذي أحدث صدمة كبيرة ما زالت تردداتها داخل فلسطين وداخل المنطقة وعلى المستوى العالم أيضا. وأيضا الانتصارات العسكرية التي حققتها المقاومة الفلسطينية في التصدي إلى الهجوم البري والصمود، صمود شعب غزة أمام القصف والقتل والتدمير للمستشفيات وللكنائس والمساجد ولكل حياة في الحقيقة. هذا القتل المقصود يعني هو قتل ناتج على الانتقام وقتل بدون أهداف. يعني الجيش الإسرائيلي يعمل بدون أهداف، يعمل بدون خطة، هناك فشل استخباراتي، هناك فشل أمني، هناك فشل عسكري، إضافة كما تفضل ضيفكم الكريم من الناصرة الفشل السياسي الكبير. ماذا يدل كل ما يجري الآن في غزة؟ يدل أن إسرائيل ولأول مرة تفقد المبادرة وتفقد السيطرة في إدارة الحرب. من يدير الحرب هي غرفة عمليات المقاومة، وبالتالي حاول العدو البحث كما تفضل ضيفكم الكريم عن صورة للنصر. يعني هو سوق لقضية مجمع الشفاء ومستشفى الشفاء على أساس أن به يعني أسلحة وبه قادة المقاومة وبه أسرى، وهذا ما فعله العدو الأمريكي في احتلال العراق عندما نتذكر ما قام به حول ترويج قضية مطار بغداد، وأن سقوط مطار بغداد يمثل سقوط بغداد ويمثل سقوط العراق. فأراد يعني العدو الإسرائيلي أن نسج على هذا المنوال والبحث عن انتصار. ولاحظت أنا حتى هنا يعني في فرنسا، وتعلمون أن الصحافة والإعلام الفرنسي هو إعلام صهيوني، وبالتالي كانوا يروجون لنفس الرواية وينتظرون يعني هذه الصورة، صورة النصر الكبير الذي ستحققه القوات الإسرائيلية فجر يوم الأربعاء، ولكن خاب ظنهم
ويعني انتصرت مرة أخرى المقاومة. كيف انعكست هذه الخيبة على هذا الإعلام الذي وصفته أنت بالصهيوني والمنحاز بشكل كبير لإسرائيل؟ الخيبة الإسرائيلية في شوارع غزة كيف انعكست على الإعلام في باريس؟ والله انعكست بشكل مصدوم. يعني من يسوق لحقوق الإنسان ويسوق ل يعني حق التعبير وما إلى ذلك أصبح كل يعني الإعلام الفرنسي يخدم الرواية الإسرائيلية، رغم أن هذه الرواية الإسرائيلية سقطت في الشارع الفرنسي. نحن نشاهد منذ أكثر من 3 أسابيع تقريبا تزايد عدد المتظاهرين والمحتجين في كل المدن الفرنسية الكبرى، والرواية الإسرائيلية سقطت والسردية الإسرائيلية سقطت. من أسقطها؟ أسقطها شعب غزة، أسقطها الإعلام المقاوم، إعلام الميادين وغير الميادين. فيعني خسرت الرواية الإسرائيلية داخل فلسطين المحتلة، داخل المنطقة العربية، ولكن خاصة خسرت معركة الرأي العام الغربي. لذلك ما حققته المقاومة الفلسطينية وما حققه شعب غزة وما حققته دماء رضع غزة وأطفال غزة ونساء غزة هو الانتصار الكبير لدى الرأي العام الغربي. ابقى معنا يعني دكتور عماد، ولكن يبدو أن هناك عدد من التطورات في جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، سنطلع على مزيد من التفاصيل هناك مع عصري فياض الكاتب والصحفي من جنين ينضم إلينا. مرحبا بك عصري، يعني ما الذي يحدث الآن في جنين؟ صباح الخير. قبل حوالي نصف ساعة اقتحمت قوات مؤللة من الجيش الإسرائيلي مكون من حوالي 20 دورية قرية كفرذان من الجهتين، من جهة الغربية من معسكر سالم ومن جهة معسكر دوتان مرورا بقرية برقين. وقد قامت هذه القوات باقتحام عدد المنازل والتفتيش بها والعبث بمحتوياتها، وقد تم اعتقال عدد من الشبان عرف منهم محمد نضال المرعي. وما أن دخلت هذه القوات جرى تبادل لإطلاق النار لا زال مستمرا بين قوى المقاومة في داخل قرية كفرذان والقوات المقتحمة. لغاية الآن لا يعرف عدد المعتقلين، لكن عرف بيت دخولهم إلى بيت محمد نضال مرعي واعتقاله وهو يبلغ من العمر 20 عاما. بعض الأخبار قالت أن قسم من هذه الدوريات قد انكفى إلى خارج القرية على مفرق كفرذان اليمون، وقسم آخر لازال في داخل القرية، ولكن الاشتباكات لازالت مستمرة لغاية هذه اللحظة. لم يبلغ عن إصابات أو جرحى، ولكن قوات الاحتلال. ماذا عن عدد، هل تبين حجم القوى الإسرائيلية المقتحمة؟ نعم، هم 20 آلية، 15 آلية من جهة سالم غرب قرية كفرذان، وخمسة آليات جاءت من معسكر دوتان من المنطقة الجنوبية واقتحمت قرية برقين ومرت منها، ثم باغتت قرية كفرذان من الجهة الجنوبية. لا زالت الاشتباكات متواصلة ولم يقبل الاحتلال الإسرائيلي انسحابه الكامل. هناك 10 دوريات تقريبا انكفأت إلى مفرق كفرذان قريبا من قرية اليمون، وهناك 10 دوريات لا زالت في الداخل، وهناك إطلاق نار من أكثر من جهة باتجاه هذه القوى المقتحمة. طيب يعني جغرافيا هل هذه القرى تقع يعني بعيدا عن مخيم جنين الذي عادة ما يشهد الاقتحامات الإسرائيلية المتكررة والاشتباكات، أم أنها قريبة منه؟ تعتبر قرية كفرذان أقرب القرى من المنطقة الغربية على مخيم جنين، حيث أنها لا تبتعد عنه أكثر من 3 كيلو متر. نعم، بالأمس كان الاقتحام لحي الألمانية والحارة الشرقية وحي الجبريات، اليوم الاقتحام لقرية كفرذان، ولا نعرف إذا ما تطور هذا الاقتحام يعني اتجه باتجاه مدينة جنين أو مخيم جنين أو باتجاه اليمون، لأن التواجد للجرافات الديناين والجرافات الأخرى كان لاحظه الشبان على فتحة على إحدى الفتحات القريبة من الخط الأخضر، منطقة جنين على الخط الأخضر منذ ساعات المساء، وقد توقع كثير من المقاومين أن هناك اجتياح لمنطقة ما وهم
قد استعدوا في مخيم جنين وفي جنين وفي بعض القرى المحيطة. شكرا لك الكاتب والصحفي من جنين عاصي فياض على كل هذه المعلومات والتوضيحات. سأعود إليك دكتور محمود يزبك، تحدثت قبل قليل عن شرخ في الشارع الإسرائيلي وبأن هذا الشرخ ربما يزداد ويتوسع بعد اتهامات صريحة من قبل أهالي الأسرى الإسرائيليين للمنظومة السياسية بأنها لا تهتم على ما يبدو بمصير أبنائهم. هناك عدة عوامل على الميدان تتحكم بسير المعركة، ومن ضمن هذه العوامل هو الجبهة الداخلية الإسرائيلية. وأنت في الناصرة تعيش، باعتقادك إلى أي مدى يمكن أن تصبر الجبهة الداخلية وتتحمل الجبهة الداخلية؟ وهل هناك نوع من التذمر أو من التراجع في الحماسة لدى الداخل الإسرائيلي بعد 41 يوم من المعركة؟ نعم، يعني هنالك مستويين في هذا السؤال او الاجابه عن هذا السؤال. في هنالك مستوى واحد اللي هو المستوى يعني الدعم العسكري من المجتمع، لانه انت تعرف انه الجنود الاسرائيليين يمثلوا عائلات المجتمع الاسرائيلي، وهنالك خوف كبير لهذا لابنائهم الذين الموجودين في غزه او يعني في المعركه. والمجتمع من هذه الناحية يريد أن يرى يعني إنهاء لهذه الحرب بأسرع وقت ممكن حتى لا يكلف ذلك خسائر يعني بشرية لأبنائهم في 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 الجبهة. هذا من ناحية، لكن من ناحية أخرى هنالك قطاعات أخرى في المجتمع التي تعتقد ما قبل الحرب بأن هذه الحكومة الحالية التي تقود المعركة، يعني القائد الأعلى للمعركة هو ليس عمليا قائد الجيش، لكن المسؤولية الكبرى والقائد الأعلى هو رئيس الحكومة في هذه الحالة اللي هو المنتخب عمليا من قبل الشعب. ومن قبل الحرب نحن نعلم أنه يعني كلنا نعرف أنه وضع نتنياهو الانتخابي كان وضعا صعبا جدا، وكانت هنالك محاولات ومظاهرات يومية تقريبا لإقالته من الحكومة. لكن الحرب هي أوقفت المظاهرات على ما يبدو مؤقتا حتى تبدأ تنجل الصورة. والآن مثل ما تفضلت حضرتك أستاذ أحمد أنه يعني مرة 41 يوم ولم تحقق أي إنجاز ولم تحقق أي وعد من الوعود التي وعدتها للمجتمع. الوعد الأول وهو يعني قضاء على حماس، هل تستطيع؟ 41 يوم لم تستطع ذلك، ولن على ما يبدو لن يستطيع فعل ذلك يعني خلال حتى 41 يوم. ولذلك تسمع وزير الدفاع الذي هو كذلك يعني شخصية سياسية كل يوم يهدد و يعني بكلمات عالية جدا، ولكن في على الأرض لا يوجد نتائج يعرضها للمجتمع. من ناحية أخرى واضح أنه يعني كل المجتمع الإسرائيلي يقف، أنا باعتقادي بعد قلة قليلة من اليمين المتطرف المجتمع يقف وراء عائلات الأسرى. ولذلك الأمهات ويعني شيء حقيقي يعني شيء طبيعي أنه الأم تريد أن ترى ابنها سالما غانما يعود من الأسر. ولذلك أنت بدأت تسمع أصوات الأمهات يعلو رويدا رويدا، وهذه المظاهرة السير على الأقدام يعني حوالي 100 كيلومتر للوصول إلى مقر رئاسة الحكومة في القدس، وهناك الاعتصام. خلال المظاهرة أنت تسمع أصوات الأمهات عاليا يشككون بانه هل هو مسموع لدى الحكومه؟ هل يصل هذا الصوت صوت اهالي الاسرى الى اذان نتنياهو وافراد مجلس الحرب جانتس وجالنت، ام ان الامر خارج اعتباراتهم؟ لا، على الرغم من ان الاعلام لا يعطي هذه الاصوات يعني المساحه الكافيه، لكن هو يعطي مساحه معينه، ولكن انا باعتقادي ليس المساحه الكافيه. هذه الاصوات واصله وتصل الى ليس فقط الى نتنياهو والحكومه الإسرائيلية ككل، حتى إلى أفراد المجتمع. ولذلك بدأنا نرى في اليومين الأخيرين أن هنالك في يعني انضمام فئات كثيرة من المجتمع متعاطفة مع أهالي الأسرى، وحينما يصلون هؤلاء إلى مقر رئاسة الحكومة في يوم الغد وتبدأ المظاهرة في مساء السبت، أنا والكل يعتقد أنه ستكون مظاهرة يعني كبيرة جدا، وكلما كبرت هذه المظاهرة ستدل على أن المعارضة لسياسة نتنياهو في قيادة هذه الحرب يعني أكثر وأكثر ضد هذه السياسة، مما يعني يدل على أنه الشرخ بدأ يظهر جليا
وهذا مما يعني يجب أن يدفع الحكومة من أجل اتخاذ خطة معينة لتهدئة هذه الأصوات على الأقل. بالحديث عن الشرخ، نعم بالحديث عن الشرخ، سأنتقل إليك دكتور عماد الدين الحمروني. يعني يتحدث ضيفنا عن شرخ في المجتمع الإسرائيلي، هل هناك شرخ في المجتمع الدولي بات يتوسع أكثر؟ وماذا عن قرار مجلس الأمن؟ هل هو خطوة متقدمة؟ هل هو تطور أم شراء للوقت فقط؟ نعم، هناك شرخ حقيقي، هناك تحول كبير جدا في الرأي العام الغربي. في الغرب يوجد حقيقة رأي عام، في الدول العربية لا يوجد رأي عام ولا يعول عليه. في الغرب نعم يعول على هذا الرأي العام، ولذلك أرسلت دولة الكيان وفدا يترأسه وزير الخارجية الإسرائيلي مع بعض يعني عائلات الأسرى لتسويق يعني صورة الضحية. يعني دائما إسرائيل بنت روايتها على أن اليهود يعني ضحية الحرب العالمية الثانية وهم ضحايا يعني الإرهاب العربي والإرهاب الإسلامي. فسقطت هذه الرواية وهذه السردية أمام يعني جرائم العدو في غزة وأمام ما يقابله من يعني احترافية كبيرة جدا للمقاومة الفلسطينية وأخلاق عالية. هذه يجب أن نشير إليها. يعني الرأي العام الغربي تأثر بصورتين، تأثر بصورة الفظائع والفضائح والإجرام والوحشية على أطفال ونساء غزة وما تقوم به آلة الحرب الإسرائيلية في غزة، وصورة المقاومة الفلسطينية المحترفة عسكريا ولديها يعني من الأخلاق في التعاطي والتعامل مع الأسرى ومع غير الأسرى. فالصورتان أدت إلى تغير كبير في الرأي العام الغربي، خاصة الرأي العام. هل هناك وزن للرأي الأوروبي في مقابل تعنت الإدارة الأمريكية وهي التي تمسك بمقاليد الأمور عالميا فعليا وهي التي تسير المعركة في الميدان وفي السياسة؟ هل سيكون لتغير الرأي العام الأوروبي الذي ربما وليس أكيد سينعكس على الحكومات الأوروبية، هل هناك وزن له أمام الموقف الأمريكي؟ نعم بالتأكيد. وجاء يعني كلام وزير الخارجية الإسرائيلي اليوم في جنيف عندما يعني صرح وقال يعني سئل كم ستدوم هذه الحرب، فقال ربما نحن في حاجة إلى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع. فسأله الصحافي قال له لماذا أسبوعين أو ثلاثة أسابيع؟ هل ستحققون في أسبوعين ما لم تحققوه في 40 يوما؟ قال لا، لأن الرأي العام الغربي المتصاعد وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية لن يسمح للولايات المتحدة الأمريكية أو للسلطات الغربية أن تواصل في دعمها ومساندتها لما تقوم به يعني دولة الكيان في غزة. فبالتالي نعم، الرأي العام الغربي غير في على الأقل على مستوى الخطاب السياسي. شاهدنا ماذا يعني وقع في فرنسا، يعني تقريبا أكثر من 10 سفراء فرنسيين أرسلوا برسالة لرئيس الدولة ولوزير الخارجية ورئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان ليدعوهما إلى تصحيح الموقف الفرنسي وعدم الذهاب كثيرا إلى مساندة يعني الكيان الصهيوني، خاصة وأن فرنسا فقدت يعني تأثيرها ووقع يعني أوقعت هذه المسألة خسائر كبيرة وفاتحة على المستوى الاستراتيجي في المنطقة العربية والمنطقة الإفريقية للمصالح الفرنسية. أيضا نشاهد الضغط في بريطانيا، ضغط كبير جدا. نعم الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع إيقاف الحرب اليوم، ولكن لماذا لا توقف الحرب؟ لأن ليست لديها أجوبة على ما بعد إيقاف الحرب. الإدارة الأمريكية تقول عندما نوقف الحرب ماذا سيكون غدا؟ هل ستبقى حماس هي المسيطرة على القطاع؟ هل يعني من سيتسلم أمر القطاع؟ هل ستبقى المقاومة متواجدة؟ وأنت ما رأيك؟ ما رأيك في هذه السيناريوهات؟ باعتقادك ما هو السيناريو الأقرب؟ يعني إن كان هناك تساؤلات تطرح، إن كان هناك تساؤلات تطرح في هذا الإطار، أود أن أسمع منك يعني عن توقعك لأقرب السيناريوهات تحقيقا. السيناريو الأقرب أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول لعب ورقة الأسرى ويعني الهدنة أو الهدن. يعني القرار لو نلاحظ كلمة هدن يعني مش هدنة، يعني لو قالوا هدنة ما الفرق؟ ربما نقول أن الحرب هذه ستنتهي، ولكن قالوا هدن بمعنى أن هناك فترات يكون فيها الحرب وفترات تكون فيها هدنة لتسيير عملية تسليم الأسرى والدخول من ورقة الأسرى إلى المفاوضات السياسية. الولايات المتحدة الأمريكية حاولت الضغط على مصر وبعض الجهات العربية لدخول قوات عربية وأوروبية. ادعت الولايات المتحدة الأمريكية أن هذه القوات
تدخل غزة للفصل بين حماس قوات حماس وقوات الجيش الإسرائيلي ولحماية المدنيين. بالطبع يعني مصر مثلا رفضت هذا الاقتراح، المقاومة الفلسطينية رفضت هذا الاقتراح، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تبحث عن مخرج سياسي. يعني أي مكسب عسكري لم تحققه يعني الآلة الحرب العسكرية الإسرائيلية، فبالتالي يريدون تحقيق انتصار سياسي. ما هو الانتصار السياسي؟ الانتصار السياسي هو تخلي يعني حماس عن إدارة القطاع. هل يعني حماس تستطيع أن تسلم القطاع للسلطة الفلسطينية أو لإدارة ثالثة؟ هذا من المستحيل. فبالتالي عدم وجود الجواب المقنع سياسيا للجانب الإسرائيلي أبطأ إيقاف الحرب. ثانيا، هناك مسألة، هناك اجتماع مهم بين رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ورئيس الصين الذي يزور أمريكا، يعني وصل اليوم، وصل أمس، وهناك اجتماع يعني تقريبا خلال 24 ساعة سيكون اجتماع مهم بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية. الكل يتفاوض، يعني المقاومة تتفاوض عن طريق قطر، ربما عن طريق الجهات التركية أيضا لها دور في المفاوضات، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية قررت وستقرر إيقاف الحرب خلال 10 أيام على الأكثر. طب سأعود إليك يعني دكتور محمود يزبك، هل هذا الكلام منطقي الذي تحدث به المسؤول الإسرائيلي بأنه ربما تقف الحرب بعد 2 أو 3 أسابيع نظرا لنفاذ الرأي العام الدولي، أم أن الأمر على الأقل إسرائيليا مرتبط بالميدان ولا شيء سوى الميدان؟ نعم، يعني هذا التصريح لوزير الخارجية قبل أن يصرح به في جنيف قد تحدث به هنا يعني في البلاد قبل سفره كذلك، وأثار عليه يعني غضبا كبيرا جدا من قيادات سياسية، واتهموه بعدم فهمه كيف يدير السياسة. ولكن في واقع الحال يعني نحن نعرف أن وزير الخارجية هذا بالذات لا يمكن أن ينطق بكلمة دون أن يستشير نتنياهو قبلها. فأعتقد والكل يعني يجزم على أنه كلام وزير الخارجية هو عمليا يعني تصور ما يتحدث به نتنياهو، وهو نقله بلسانه إلى المجتمع. والهدف من ذلك حينما تحدث به إلى الشارع الإسرائيلي هو أنه يعني من أجل أنه خلق نوع من اطمئنان لدى المجتمع بأن القضية قد ستنتهي عما قريب، فلا تيأسوا مما يحصل حولكم إن كان من قضية سياسية أو عسكرية أو غيرها. فلذلك يعني أنا أعتقد أنه كلام وزير الخارجية فيه منطق، والأستاذ ضيفك العزيز المحترم من باريس وضح الصورة بشكل كامل، لأنه هنالك كذلك الإشكالية، يعني بالإضافة إلى الإشكاليات الداخلية الإسرائيلية السياسية هنالك كذلك الإشكالية ماذا بعد. هل سيقبل؟ يعني أنت تقول الكلام فيه منطق، ولكن اليوم الجيش وجهت له صفعة قوية في 7 أكتوبر، وهو حتى هذه اللحظة جنرالات الجيش لم يردوا الاعتبار لهم ولا للمؤسسة العسكرية. يعني هل سيقع حتى لو كان نتنياهو يرغب، أو دعنا نقول وزير خارجيته صرح، أو الرأي العام الدولي تغير، الجيش كمؤسسة هل سيقبل؟ هذه إشكالية كبيرة. الجيش ووزير الدفاع الإسرائيلي عمليا يتحدث باسم الجيش، على الرغم أنه ليس متحدثا رسميا باسم الجيش، لكن هو يعني يريد أن يبني شخصيته إلى المستقبل السياسي، يعني ينظر إلى مستقبله السياسي بعد انتهاء الحرب، هذا واضح، ولذلك ترى لهجته وطريقة كلامه. والمشكلة الأساسية كذلك مثل ما تفضلت حضرتك بأنه حقيقة أن هنالك في صراع ما بين الجيش الذي يريد أن يحقق شيئا ما، إنجازا ما ليظهر به أنه أمام المجتمع، وليس فقط أمام المجتمع إنما أمام الشرق الأوسط كشرق أوسط وكل المنظومة الشرق أوسطية، إن كانت حزب الله من الشمال أو في الوضع الفلسطيني في الضفة الغربية غزة والمنطقة الشرق أوسطية ككل. هذه الحرب إذا ما توقفت دون إنجاز يعني كبير للجيش الإسرائيلي فيصبح هنالك مستقبل آخر لكل الوضع، وهذا ما لا يريده الجيش الإسرائيلي. ولذلك هذا الصراع الذي تحدثت عنه في البداية ما بين رئيس حكومة يريد ولا يستطيع، وما بين جيش يريد أن يحقق ولا يستطيع أن يحقق إنجاز، فهذه معضلة كبيرة. وعلى ما يبدو أنه يعني الفلسطيني في غزة، المواطن الفلسطيني في غزة
يدفع ثمن هذه المعضلة التي تواجه المجتمع والقيادة الإسرائيلية. يعني هذه المرة في هذه الحرب لأول مرة باعتقادي في تاريخ الحروب الإسرائيلية تكون هذه المعضلة واضحة لكل من يعني ينظر إلى المجتمع، وحقيقة في إشكالية كبيرة كيف يمكن حلها إلا إذا تدخل الأمريكي بقوته يعني وصوته وأراد فرض وقف إطلاق النار. وبدون على ما يبدو حتى هذه الساعة بدون الموقف الأمريكي، واليوم مثلما تفضل ضيفك أنه حتى في مجلس الأمن والأمريكي صوت بالامتناع لم يرفض، هذا مؤشر مهم. وهذا يعني بما أنه كان التصويت في ساعة متأخرة اليوم، ولكن يعني وسائل الإعلام الإسرائيلية بدأت تحلل مغزى هذا الموقف الأمريكي ولماذا وكيف، والكثير يرى به أنه هذه بداية الفرض الأمريكي لوقف إطلاق نار قريب جدا. طب دكتور عماد الدين، يعني هل هذا الموقف الأمريكي الذي اكتفي بالامتناع ولم يكن ضد، هل يمكن أن نقول بأنه بالتنسيق ربما يتم مثل هذا الموقف بالتنسيق مع نتنياهو من أجل إنزاله عن الشجرة؟ يعني بكل تأكيد لن يقف نتنياهو ويقول أنا استسلمت وأنا خسرت، ستكون هناك آلية معينة دوليا ليفرض وقف إطلاق النار على غرار ما حصل في تموز 2006. هل هذه أولى الخطوات وهي بداية إنزال نتنياهو عن الشجرة؟ بالتأكيد لم يكن هناك تنسيق بين الإدارة الأمريكية ونتنياهو في هذا الموقف. نتذكر منذ يعني عندما دخلت القوات الإسرائيلية مستشفى الشفاء ادعت بعض التقارير بأن هناك ضوء أخضر أمريكي ولا تستطيع القوات الإسرائيلية الدخول إلى يعني مستشفى الشفاء بدون ضوء أخضر أمريكي. جاء الرد امريكيا وقال نحن لم نعطي ردا، لم نعطي هذا الضوء الاخضر، ولكن البنتاغون كان قد استبق الدخول بالقول ان المستشفيات ومجمع الشفاء هو مؤسسه تستخدمها حماس للانشطه العسكريه، يعني هو ليس بحاجه لان يقول اقتحموا، يكفي ان يقول بان هذه مؤسسه تستخدم لاغراض عسكريه وهو يعتبر ضوء اخضر. التناقض في الحقيقه، التناقض الموجود داخل الاداره الاسرائيليه بين العسكر والسياسي هو نفسه موجود بين البنتاغون والبيت الأبيض. يعني هناك مصالح تلتقي وهناك مصالح تتناقض، فبالتالي هناك صراع داخل البيت الإسرائيلي وهناك صراع داخل البيت الأمريكي، وهذا نتاج العقل الاستراتيجي في المقاومة الفلسطينية والمقاومة اللبنانية ومحور المقاومة. اليوم لأول مرة في صراع الإسرائيلي العربي من يدير المعركة ليست إسرائيل ولا أمريكا. يعني وبالتالي لذلك يعني نشاهد العماء الاستراتيجي، يعني هناك عماء تكتيكي وعماء استراتيجي. فقدت إسرائيل السيطرة استراتيجيا وتكتيكيا، وفقدت الولايات المتحدة الأمريكية يعني تنسيق العمليات العسكرية وحتى العمليات الاستباقية. لماذا؟ هناك تصريح أيضا أمريكي هذا يعني صباح أمس قال بأن ليست لنا قدرات استخباراتية داخل غزة، بمعنى أن العدو هو أعمى في القطاع في قطاع غزة أولا. ثانيا العدو لا يعلم ما قرره العقل الذي يقاوم، إن كان عقلا فلسطينيا أو عقلا لبنانيا أو عقلا يمنيا. فبالتالي نحن أمام معضلة لا يجد الأمريكي مخرجا منها إلا التفاوض، فهو يتفاوض مع الإيراني عن طريق القطري، يتفاوض مع التركي مع حماس عن طريق تركيا. فنحن ذاهبون إلى التفاوض. الولايات المتحدة الأمريكية ستفرض شروطها على الجانب العربي وستفرض أيضا شروطها على الجانب الإسرائيلي، ولكن هي لا تريد إيقاف الحرب إلا بما يرضي إسرائيل. يعني ما يرضي إسرائيل ماذا؟ هي ترى أن ما يرضي إسرائيل هو على الأقل تسريح أكثر من 100 أو 150 أسير إسرائيلي. هذا مطلب أمريكي. هل ستحققه المقاومة؟ ما هو الثمن؟ الثمن للمقاومة هو فتح معبر رفح، هناك يعني أسرى فلسطينيين وعلى رأسهم يعني بعض القيادات في المقاومة الفلسطينية تتمنع، يعني الجانب الإسرائيلي لا يريد إخراج بعض الوجوه الوطنية الفلسطينية. هناك أيضا مسألة الضفة الغربية، يعني القوات الإسرائيلية تضغط على الجانب الفلسطيني عن طريق ما تقوم به في الضفة الغربية من اعتقالات ومن قتل،
طيب. والجانب اللبناني جانب مهم جدا في المعركة. يعني ما تقوم به المقاومة في لبنان هو يعني مسألة عطلت المشروع الإسرائيلي الأمريكي. يعني وقع تعطيل وتعطيل ما نوت أمريكا. يعني الوقت دركنا، سأنقل هذه النقطة تحديدا إلى الدكتور محمود يزبك. بالحديث عن الجبهة الشمالية، يعني إلى أي مدى أثرت على ما يحدث في قطاع غزة لناحية الإمكانيات اللوجستية والاستعداد القتالي للجيش الإسرائيلي؟ أنا يعني إذا ما أخذت تصريحات وزير الدفاع وقبلتها على ما هي، فهي تؤشر إلى جواب على سؤالك. فيقول مثلا وزير الدفاع أنه 50% من القوة الجوية الإسرائيلية معطلة في شمال البلاد لأنها تستعد إذا ما حدثت معركة هناك. فمعنى ذلك أنه إذا كان هذا الكلام صحيح، ف 50% من سلاح الجو الإسرائيلي على الرغم كل الذي يعني يقصف به قطاع غزة معطل حتى الآن. هنالك فرق عسكرية أنا لست خبيرا بالفرق العسكرية ولا أعرف فيها كثيرا، ولكن ما يقوله هم يعني وزير الدفاع الإسرائيلي أنه هناك فرق عسكرية كبيرة على طول الحدود، الحدود اللبنانية الإسرائيلية ليست قصيرة، وهذه الفرق كلها موجهة على حدود لبنان ويجب حفظها هناك، لأنه عمليا يعني كل المستوطنات اللي على حدود لبنان تم إخلاءها، وحتى إخلاء مدينة كاملة، مدينة كريات شموني. ويجب أن يكون قوة عسكرية راجلة ودبابات ومدرعات وإلى آخره موجودة. هذه كلها عملية معطلة وتم نقلها إلى الشمال ووجودها في المعسكرات الشمالية. فمعنى ذلك أنه حتى المعركة في لبنان على الرغم من محافظتها على قواعد اشتباك معينة، لكن تستنزف بشكل واضح القوات الإسرائيلية وتجعلها متواجدة على الحدود الشمالية، ولا يمكن المجاسفة مثلما قال يعني رئيس الأركان للجيش الإسرائيلي، لا يمكن المجاسفة بإخلاء الجبهة الشمالية ونقلها كلها إلى الجنوب. ولذلك يعني هذا فيه تخفيف كبير في الضغط على قطاع غزة. شكرا على الجيش الإسرائيلي. شكرا لك، يعني أدركنا الوقت دكتور محمود يزبك أستاذ الدراسات الشرق أوسطية في جامعة حيفا، كنت معنا من الناصرة. وشكرا لك أيضا دكتور عماد الدين الحمروني خبير بالجغرافيا السياسية في أكاديمية العلوم السياسية في باريس، كنت معنا أيضا من باريس. والشكر لإسماعيل الثوابت كان معنا في هذه التغطية ومدير عام مكتب الإعلام الحكومي في غزة، ولمراسلنا في غزة أكرم دلول. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الساعة من التغطية، نلتقيكم على رأس الساعة في نشرة إخبارية مفصلة، والزميل مروان الخطيب. والله صامدين ومحمد رابط غير نضل صامدين. Thank you.